مساء الفل، مساء الجمال على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من برنامج عزومه بيتي من داخل قناه الصحه والجمال، من اول حلقه من حلقات الفن الشعبي. بنرحب بيكم وبضيوفنا وبزميل العزيز حازم الملط. اهلا بك يا صبري، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. حلقه جديده من برنامج عزومه بيتي، السهره تحلى مع الملط وصبري، وهتبقى احلى واحلى مع الفنان صبري الغندور. نورنا يا فنان. حبيبي استاذ حازم، حبيبي استاذ محمد، اهلا وسهلا بيك، واحلى عزومه بيتي، وان شاء الله تكون حلقه الجمهور كله يتبسط بيها النهارده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. النهارده سهره مع الفن الشعبي، الناس اللي بتحب الفن الشعبي والطرب الشعبي. النهارده الفنان صبري الغندور هيمتعكم، بس مش لوحده، معاه فرقته الموسيقيه اللي هيعرفنا بيها، الفنان شريف حماد الموسيقار العظيم. اهلا بيك يا فنان. الله يخليك، ربنا يعزك. انت منور الدنيا. ربنا يخليك، ربنا يوفقك. عرف فرقتك كده للجمهور. ايه فرقتي؟ استاذ صبري طبعا، استاذ يوسف، استاذ احمد، استاذ خالد، استاذ وحيد، استاذ محسن، استاذ شعبان، استاذ امير، استاذ احمد، والاستاذ اسامه. كل التحيه للفرقه، فرقه انغام الشباب، منوريني واهلا بيكم في برنامج عزومه بيتي. مبروك يا استاذ حازم، مبروك يا استاذ محمد. بص، انا احب دايما كده الدنيا تبقى سخنه ونخش على السخان على طول. على الله. نسمع بقى عشان الناس قاعده عايزه تسمع. احنا اتاخرنا عليهم في الهواء، اعذرونا معلش، يعني عطل فني واحنا اسفين، وهنخش بالغنى على طول مع الفنان صبري الغندور. نسمع حاجه، يلا توكلنا على الله. يلا يا استاذ. يلا ريت. هو المقسوم يلا. ناس ولا أصل ولا صورة، عاملين نفسهم بشوات، وناس واخدة الغلط صنعة، لعيب التلات ورقات، اصحى فوق دنيا سوق، خلق تحت وعالم فوق، ناس رخاص من اساس يعني اكلت حقوق. اصحى فوق دنيا سوق، خلق تحت وعالم فوق، ناس رخاص من اساس يعني اكلت حقوق. اللي قلبه جدع بيسد، واللي قلبه ضعيف يتخض. اللي قلبه جدع بيسد، واللي قلبه ضعيف يتخض. والاصيل صعب تلاقيه، والرجولة بقت علقة، الشمال حاله عال، واليمين ما بقاش شغال، الحرام سوقان، حظ بيكبر عيال. الشمال حاله عال، واليمين ما بقاش شغال، والحرام سوقان، حظ بيكبر عيال. كله على كله بيصبر، كله بقى يحسد ويقر، كله على كله بيصفر، كله بقى يحسد ويقر. اللي بيقضي يا كلام، واللي بيتاجر في الشر. الصحاب كله داب، كل وقت الشده ساب، بياعين كذابين زي ما بيقول الكتاب. الصحاب كله داب، كل وقت الشده ساب، بياعين كذابين زي ما بيقول الكتاب. Oh,
مجلوب يلا نفسي ونفسي قام الحبيب والقريب زيهم زي الغريب كله عاب كله جاب تيجي يا صاحبي قلب عيب الحبيب والقريب زيهم زي الغريب كله عاب كله جاب فيك يا صاحبي قلب عيب اللي على رزقك بيبص واللي بيقول لك بالبص دنيا تمشي بعرض وطول لو هقول على الاصول على مايل مش معدول والكلام في الختام دنيا تمشي بعرض وطول خليني يا 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 ليه الله عليك والصبر يا رب تكون اتبسطنا بس اختيارك بقى ايه من الفن الشعبي غير الفن الطرب والله اختياري غير الفن الطربي رحمه الله عليهم طبعا الفنانين العظماء الاستاذ محمد العزبي الاستاذ محمد رشدي الاستاذ محمد عبد المطلب والموجودين ربنا يديله الصحه الاستاذ احمد علويه طبعا دول اللي بتحب تغني لهم اه طبعا 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 وفي ناس كتير طبعا كل الفنانين اللي بيقولوا الكلمه الحلوه واللحن الكويس لازم نسمع لهم ولازم نغني لهم والناس بتجبرنا ان احنا نغني ليهم الناس بتطلب بتجبرنا طبعا اه طبعا يعني لا انا والله مش يعني مش موضوع ان انا مش حلو وراه احنا دلوقتي حاله فعلا يعني محتاجه المصارحه طبعا احنا فعلا في مهرجانات وفعلا واخده وضعها في الشارع ومؤثره على الجمهور وعلى الشعب وعلى الذوق العام ودي حقيقه يعني بس بالسلب ما ماشي احنا عايزين نقول طبعا راينا بصراحه ونناقش الموضوع نتكلم فيه هل ده المهرجانات اثرت على الفن الشعبي هل المهرجانات بتصنف كفن شعبي ولا لا لا طبعا هي ما بتصنفش كفن شعبي لان الفن الشعبي حاجه والمهرجانات حاجه تانية خالص ممكن يكون في مهرجان بس كلامه كويس مش مسف مفيش الفاظ خارجه الناس تحبه وممكن يشتغل مع الناس وينجح كمان يعني احنا مش مشكلتنا مع الشكل لا مش مشكلتنا مع الشكل الكلمة. مشكلتنا مع الكلمه اللفظ كمان لان الناس ممكن تتقبل اي كلمه كويسه مظبوط معلش يعني في مهرجان ممكن يقول يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني دي فيها مشكله لا. لكن يا حبيبي انا ممكن اعمل حاجه وحشه مش كويسه ده كلام ما ينفعش ده انا بمثل اهو يعني في كلام يتقال طبعا في كلام طبعا في كلام يتقال وكلام ما يتقالش خالص ولكن هي ما تصنفش فن شعبي المهرجانات هي مهرجانات سكه ثانيه غير الفن الشعبي خالص اه لكن هي المشكله طب يعني عايز اعرف يعني ليه الناس وصل لها المهرجان بسهوله بسؤال يعني عن الفن الشعبي دلوقتي الفن يعني الفن الشعبي هو المسمع الاول هقول لحضرتك يعني ايه الخلاصه في الموضوع المهرجان ده ممكن يتعمل على اي لابتوب كده يعني الاغنيه ممكن مثلا بتكلف المطرب لحن وكلمات وتوزيع واستوديو وموسيقيين طب انا دلوقتي بعمل ده كله مهرجان في 3 دقائق ده كلام او ده فن بتوصل بسرعه ازاي السوشيال ميديا بقى ما خلتش بس عشان هي بتتعمل بسرعه وبتنتشر بسرعه فبتتنسي بسرعه لكن الاغنيه بسرعة. كويسه المصروف عليها وفي موسيقيين والاغنيه الشعبيه طبعا طبعًا. اه لما تكون كلماتها حلوه ونظامها حلو بتفضل في الذكر بتفضل ولذلك احنا بنغني من 50 سنه مطربين ومات الله يرحمهم وفي ناس عايشه احنا بنغني لهم صح طب ايه رايك في القرار بتاع الفنان هاني شاكر بنقابل الموسيقيين اللي ردنا على السؤال ده الفنان على قرار منع المطربين المهرجانات يعني. المهرجانات اللي هو بتاع هاني شاكر نقابل الموسيقيين لمنع تصريح الغناء لن... انا ممكن انا اقول الحقيقه يعني طب. ولا حد يزعل لا هو عامه هو موضوع المهرجان ده بقى خلاص واقع موجود يعني مبدئيا ثانيا برضو ان الموضوع مش متوقف على موضوع المهرجان بس انا اسف يعني هو برضو متوقف على موضوع ان يعني الناس الكميه الكبيره جدا اللي بتشاهد وبتشوف وبتعمل مع المهرجان هو بالنسبه للمطرب المهرجان بيعتبر سلعه فانا عايز عشان انا كان السلعه ان انا اسوق نفسي او ان انا يعني واخد بالك فانا اسف خالص ممكن يكون الذوق دلوقتي اختلف عن الاول ممكن يكون بس ما فيش مانع ان هو بقى حاجه موجوده وحاجه مسلم بيها وانا برضو يعني هو طبعا موضوع المنع هو قرار لحد ما سلاح ذو حدين يعني بحيث ان هو فعلا ممكن ان هو يمنع او الى اخره بس صعب جدا ان هو يمنع الناس تسمعهم انا اسف يعني في ناس كتيره وقطاع كبير جدا ومش عايز اقول لك يعني القطاع الشعبي بس يمكن
معظم القطاع او يعني المستويات بتسمع دلوقتي المهرجان. انا اسف جدا يعني ده احقاقا للحق، بس ما ده ما يمنعش ان في حاجات كويسه وحاجات مسفه يعني برضه عشان نبقى واضحين. هو ممكن يعمل منع للمسف بس يعني. طب نسمع احنا بقى، احنا نسمع ايام ما نعلم بيها. ايوه انت جبتها كده النهايه، الحاله اللي احنا فيها، الحاله اللي احنا فيها. يلا نسمع ايام ما نعلم بيها اسيا وصابرين عليها. هي جايه في وقتها، جايه في وقتها ولا على البال ولا على الخاطر. صابرين عليها لا حاجة بتفرح ولا دمع بيريح، والقلب متجرح والحب مش حقيقي. أيام أيام ما نعلم بيها، أيام قاسية وصابرين عليها، فحضني بيدفي وصبري بيكفي، واللي واقف صفي عدوي مش حبيبي. Oh,
زمن حرام عليك، ارحم دموعنا يا زمن حرام عليك، الجرح اقوى من الدواء وهنعمل ايه، مفيش اطباء يا زمن قادرين عليك، الجرح اقوى من الدواء وهنعمل ايه، مفيش اطباء يا زمن قادرين عليك، يا رب صبر فينا انت اللي عارف فينا وانت قريب، اغلى الاحباب بتونا والكل بيجرحونا والكل باع باعونا باعونا، الكل باعونا باعونا باعونا، الكل باعونا، ايام ايام ما نعلم بيها، ايام قاسية وصابرين عليها، ما بقاش في الدنيا امان والقسوة في كل مكان، والرحمة ضاعت يا زمان والناس كلها تايهين تايهين تايهين. الله عليك على الصبر، الله عليك. ايه الحلاوة دي؟ انت عايزني برضه اروح؟ طب بعد الاستاذ صبري عايزين نسمع الاستاذ شريف كده. ايه طبعا طبعا على الاورج كده. اكتر حاجه احنا طالعين بقى من ايام دلوقتي، عايزين نسمع بقى حاجه حلوه، عايز معزوفه كده، معزوفه كده على مزاجك يعني. الدنيا منوره بيك. هاي حبيبي منوره بيك يا استاذنا. الله يخليك. يلا you
الله عليك يا شريف. الله الله الله. ربنا يعزك. ربنا يكرمك. علامة يا شريف. ربنا يعزك. الهواية دي من امتى؟ عمالها أكتر من 25 سنة. أنا من زمان. بس حلو يعني. ما شاء الله عليك. ربنا يعزك. علامة والله. ربنا يبارك لك. بجد بجد حاجة مش عارف. يا شريف من أمهر الموسيقيين والعازفين الموجودين يعني دلوقتي يعني. طبعا مش عشان احنا مع بعض ولا لا حقيقة. طبعا يمكن من بدايات الشغل كنت انا وصبري مع بعض يعني الكلام ده بقاله فتره برضو طويله جدا. وعلى فكره صبري من الاصوات المميزه جدا حبيبي. ده حبيبي مش يعني حبيبي انا بعتبره من الناس المميزه جدا يعني اللي برضو يعتبر لحد ما خدتش حظها هو كبير يعني الحمد لله حقيقة يعني ربنا يوفقك. صبري فنان كبير وحقيقه والله. استاذ صبري بسم الله ما شاء الله علامه جيزه يا استاذ حازم حضرتك تسموه هرم الجيزه يا باشا حبيبي هرم الجيزه فنان صبري غندور يا رب بس اكون عند حسن ظنك طبعا يا رب ان شاء الله يا رب. طب عايز طلب حاجه خليجي انت بس انا عايز حاجه خليجي عايز حاجه خليجي يلا طبعا بنحيي السعوديه والامارات بنحيي الدول العربيه كلها والبحرين فعايزين حاجه تجيب الدول العربيه كلها تمام لا مش كل الخليج العربي فين لا 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 يلا اسمع حاجه خليجي لا تسيبوني بس ماشي. انا بعد اذنك يعني انا في حاجه بحبها انت طيب. قول لي هو انا بحب اسمع خمس الحواس خمس يعني. الحواس دخلها انا من على قديم هنسمع حاجه جديده حسين الجسمي انا عايز اسمع حاجه جديده خمس الحريم واقول لك خمس الحواس ماشي الاثنين يلا نسمع والحصى هو مرجان والشمس خيمة ومظلة لسيدي وقالوا حبيبك مسافر قلت ليت السفر لمكان يجعل طريقه زمرد والحصى مرجان قالوا لي وانت قلت والله وانا قالوا بيتركك وحدك قلت القلب وما يهواك يترك معايا الشوق والحرمان يترك معايا الشوق والحرمان قالوا لي والشوق طال قلت سيدي ما ترى قالوا يجرح عيونك ويحرمك نوم الكرى وقلت يا لطيفة سيدي ولأكرمك في غيابك ولو بتجرحني اجرح انا كل فدوى لشبابك وقلت يا طيب سيدي ولأكرمك في غياب ولو بتجرحني اجرح
كل في دول شبابك وآه يا خوفي من وعود الحريم يا خوفي من وعود الحريم قلت أحبك قالتي وأنا بحب ميتة بالحب والله العظيم قلت بوعدك قالت لي وعد وآغي يا خوفي من وعود الحريم قلت أحبك قالت وأنا بحب ميتة بالحب والله العظيم قلت بوعدك قالت لي وعد وآغي يا خوفي من وعود أشوف صار الامر جد السوالف تطلع جديد وقديم كلهم في الاول يقولوا عهد يحلفون الماضي والحاضر سليم واللي تتولع صار الامر جد السوالف السوالف تطلع جديد وقديم وقلت احبك كلام وانا بحد ميت بالحب والله جرحين سكن بقلبي عشوق حاجات لي رساله على الواتس دلوقتي من صديق البرنامج حبيبي. وصديقك وصديقي محمد ستيف بيمس عليك عايز يسمع حاجه حلوه لمحمد ستيف ستيف حبيبي طبعا الاستاذ محمد ستيف ماشي ستيف في ستيف خلي خفيف ستيف ستيف خلي خفيف لو عايز تبقى خفيف يلا على ستيف لو عايز تبقى خفيف يلا على ستيف Thank you.
خلصت حلقتنا حبيبي. ايه ده معقوله؟ والله كده دايما كده، احنا دايما معاك بتخلص الوقت. فات معاك بصراحه حبيبي، انا معاك حبيبي، احنا مستمتعين والله. والله حقيقي احنا مستمتعين، ربنا يوفقك يا رب وشرفتونا ونورتونا جدا. ينفع ننزل التتر على اغنيه؟ ان يلا بينا. طيب انت نورتيني الفنان شريف، ربنا يبارك لك، ورسا صبري والفرقه الغندور كلها نورتوني وشرفتوني. نورتيني الفنان صبري الغندور، حبيبي محمد صبري. خلصت حلقتنا النهارده، خلصت حلقتنا النهارده. ان شاء الله يوم الاثنين الجاي حلقه جديده. شكرا لقناه الصحه والجمال، عزومه بيه الفني محمد رمضان استاذنا طبعا كلنا، ده استاذنا جو ميديا، محمد مالكي، الاستاذ تامر عبد المجيد، والاستاذ المخرج وليد، الاستاذ وليد المخرج بتاعنا الكبير طبعا، والاستاذ وليد عماره، اسف معلش، الاستاذ وليد عماره مخرجنا العظيم. وبشكر كل كاست البرنامج وكل الفرقه، الفنان صبري الغندور والاستاذ شريف، ونورتونا والفرقه كلها نورتنا. حبيبي نشوفكم على خير ان شاء الله، تقدر ننزل عليها. يلا تصبحوا على خير. طيب اشوفكم الاسبوع الجاي، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم حبيبي. يلا يلا. ولا يا ولا